إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة بشكل جدي وبشكل مختلف عن كل مرة تم الحديث عن هذا الخيار العسكري بتسريبات يمينا وشمالا سمعنا عنها كثيرا. هذه المرة الأمور تختلف، فهذه جاءت عن طريق تسريبات حصرية لموقع أكسيوس الأمريكي، نقلها باراك رافيت صاحب أهم التسريبات التي تأتي عن مثل هذه التفاصيل وتحديدا وبشكل خاص عن إيران. فمسؤول الرفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يصرح باسمه، نقل لباراك رافيت طبيعة هذا التحول وقال له الآتي: حتى لو عادت إيران إلى الطاولة اليوم وقالت أنها تريد اتفاقا نوويا، فمن غير المرجح أن تمضي الولايات المتحدة إلى الأمام. وأضاف: الإدارة الأمريكية تنظر بالفعل في الوضع وكأنه لا يوجد اتفاق نووي، وتتخذ خطوات لضمان أن يكون للولايات المتحدة خيار عسكري جاهز. هذا التسريب الذي جاء بهذا الشكل على موقع أكسيوس الأمريكي هو يأتي متزامنا مع تصريحات رسمية وواضحة من مسؤول أمريكي مهم، ألا وهو روبرت مالي، وهو المبعوث الأمريكي لإيران. هذا الرجل تحديدا كان قد تحدث لمعهد كارنيجي للسلام الدولي عن هذه المسألة وتحدث عن العديد من النقاط، تحدث عن 4 عناصر لتغير طبيعة السياسات الأمريكية حاليا تجاه إيران، وكان العنصر الثاني الذي ذكره هو مرتبط بنفس النقطة التي سربت لموقع أكسيوس الأمريكي، ألا وهو الخيار العسكري. وقال الآتي: إذا فشلت الدبلوماسية وجميع الأدوات الأخرى فإن الحل العسكري مطروح على الطاولة. وطبعا هذه المسألة، ويجب أن ننتبه هنا، ما الذي تعني هذه التسريبات؟ هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوجه ضربة لإيران قريبا؟ هل هذا هو المعنى؟ يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة بدقة وننتبه إلى ما يجري أساسا في المنشآت النووية الإيرانية لكي نفهم متى ممكن أن يأتي هذا الخيار العسكري. فبالنسبة للمنشآت النووية وتحديدا منشأة نطنز، يتم تخصيب اليورانيوم فيها بنسبة 60%، والتخصيب بهذه النسبة لا يوصل ولا يمكن إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، غير قادرة إذا ما استمرت من الوصول للقنبلة النووية إذا ما استمرت بتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة. لكي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل للقنبلة النووية يجب أن ترفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لكي يعتبر تخصيبا للوصول إلى القنبلة النووية. وهذا قد يعني بسرعة أن الخيار العسكري حاضر من الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر ساعة الصفر لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي بقاء إيران بالتخصيب بنسبة 60% ومهما أضاف من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة بقائها على هذا الحال، إيران غير قادرة على الوصول للقنبلة النووية، والخيار العسكري يظل عبارة عن نقطة تهديدية كبيرة لإيران. ولكن ما الذي اختلف إذن الآن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الكلام؟ هنا يجب أن ننتبه بأن إيران في الفترة الأخيرة، وهذا ما تلاحظه وتراقبه الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها اقتربت كثيرا من روسيا، ساعدت روسيا كثيرا في الحرب الأوكرانية على مستوى الطائرات المسيرة، وقريبا بحسب المعلومات المخابراتية الأوكرانية والغربية بأن ستكون هنالك صواريخ باليستية سترسل إلى الداخل الروسي من أجل استخدامها طبعا في الحرب مع أوكرانيا. وطبعا روسيا كلنا نعلم بأنها دولة نووية كبيرة هائلة، من الممكن أن تستفيد إيران كثيرا من الخبرات الروسية للوصول إلى القنبلة النووية، بل أيضا الاستفادة من كيفية وضع القنبلة النووية على الصاروخ البالستي. كثير من الخبراء أكدوا بأن إيران لا زالت غير قادرة حتى وأن وصلت إلى القنبلة النووية بنجاح، فإن لديها مشكلة في وضع الرأس النووي على الصواريخ البالستية، وهي بحاجة بحسب تقديرات بعض الخبراء الغربيين من سنة إلى سنة ونصف، وبالتالي ستكون هنالك فائدة كبيرة بالنسبة إليهم. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا لم تتحدث عن الخيار العسكري كثيرا، هم قالوا لن نسمح لإيران بالوصول للقنبلة النووية وانتهى الأمر إلى هذا الحد، وكانوا على خلاف كبير مع الإسرائيليين في هذه المسألة. الآن هي تتحدث بجدية عن الخيار العسكري وأنها مستعدة للذهاب إلى هذا الطريق. كذلك روبرت مالي تحدث عن عدد من العناصر، هنالك 3 عناصر أخرى لها علاقة في المنطقة في الشرق الأوسط، وواحدة من هذه العناصر التي تحدث عنها ولها ربط مباشر في الداخل العراقي، قال بأننا سنحد وسنمنع إيران
من الاستمرار في سياساتها الإقليمية في دعم فصائلها المسلحة، في إرسال طائراتها المسيرة لهم، في إرسال تقنيات الصواريخ البالستية الخاصة بهم، وكذلك سنقف ضد إيران في مسألة هجومها على جيرانها، في إشارة إلى الهجمات التي شهدناها خلال هذا العام من إيران بالصواريخ البالستية على إقليم كردستان، وكذلك لاحظنا ما جرى من عملية عسكرية من الحرس الثوري الإيراني في الداخل في إقليم كردستان، وهم تحدثوا بأنهم يريدون، وروبرت مالي تحديدا وضح بأنهم سيساعدون كل حلفائهم وسيساعدون دول المنطقة من أجل الدفاع عن أنفسهم والنجاح في عملية مواجهة إيران وزعزعة الاستقرار التي قد تكون قادمة من إيران تجاه العراق على سبيل المثال عندما نتحدث عن العراق. هنا أيضا هو تحدث عن مسألة مهمة أخرى، ألا وهي مسألة دعم المحتجين والمتظاهرين في الداخل الإيراني، وقال بأننا مع حقوق المتظاهرين الموجودين في إيران، وهذا الأمر هم متفقين معه مع الأوروبيين به. وكذلك تحدث عن عنصر مهم ألا وهو توحيد الجبهة مع الأوروبيين، فهو تحدث بشكل واضح بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018 الأوروبيين انتقدوا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما انتقدوا إيران، وبالتالي هم يريدون توحيد الجبهة بشكل أكبر. وأكد أيضا بأن هنالك وحدة في الجبهة الأوروبية الأمريكية الآن تحديدا تجاه إيران وبطبيعة السياسات التي يريدون أن يتبعونها. واضح أن الأمور تغيرت الآن مع إيران في ظل انخراطها بشكل جدي في الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق أسلحتها التي بدأت تلعب أدوارا كبيرة، بل أن هنالك تفاصيل جديدة وخطيرة قد نشرت اليوم تحديدا عن دفعة أسلحة كبيرة قادمة مباشرة من إيران إلى روسيا، نشرتها CNN الأمريكية. من مراقبين غربيين يراقبون هذه التفاصيل وجاءوا بهذا التسريب، والتسريب مرتبط بأن هذه الشحنة فيها صواريخ بالستية ذاهبة إلى روسيا، وهذا ما نشر اليوم في CNN الأمريكية عن طريق مسؤولين من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية لشبكة CNN. قال الآتي: إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي تتضمن صواريخ بالستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيارة الهجومية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وبالتالي هنالك رقابة كبيرة، وهذه أول مرة تذهب وتنتقل الآن الصواريخ البالستية بشكل عملي إلى الداخل الروسي، مما قد يغير العديد من المعادلات في هذه المعركة. ولكن أيضا هنالك أمر هو يعتبر خطيرا للغاية، قد يكون هو الأخطر على الإطلاق، تحدثت عنه الأسوشيتد بريس بأن روسيا تستغل وتريد استغلال، بل بدأت تبحث عن تجنيد الكوماندوز الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال خبراتهم وإمكانياتهم في الحرب الأوكرانية الروسية. وهذه التفاصيل طبعا بشكل مثير نشرت عنها الأسوشيتد بريس بأن عند انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان تماما تركت الكوماندوز الأفغاني الذين طبعا دربتهم وسلحتهم وتعاونت معهم في مواجهة حركة طالبان، تنظيم داعش، القاعدة وغيرهم، كانوا يركزون ويحاربون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد حركة طالبان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، تركت أفغانستان، تركت الكوماندوز الأفغاني من دون أي مساعدة، من دون أي حماية لعوائلهم، وطبعا سيطرت حركة طالبان كما نعلم وكما نتذكر. وكان هذا الانسحاب من العديد من الأوساط الغربية بأنه فوضوي بسبب أن هنالك كثير من الأمور التي لم تكن مخطط أو لم يكن مخطط لها أبدا، وطبعا مع سيطرة حركة طالبان بدأت تبحث عن الانتقام من هؤلاء الكوماندوز الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة. على هذا الأساس انسحبوا مباشرة وغادروا هم وعوائلهم لإيران، وإيران استقبلتهم من أجل حمايتهم وحماية عوائلهم. هذا هو الحال وهذا ما جرى لهم، وهذا ما حذر منه الكونغرس الأمريكي وتحديدا الحزب الجمهوري الأمريكي، قالوا انتبهوا تماما أيها الأمريكيون بأن هؤلاء الكوماندوز من الممكن أن تكون هذه المسألة والخبرات التي يتمتعون بها من الممكن أن تكون مفيدة للعديد من الأطراف التي هي تعتبر معادية للولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن مايكل ماكول، هذا الرجل الجمهوري تحدث بتقرير في أغسطس الماضي اهتمت به طبعا الفورن بوليسي، الواشنطن بوست نقلت تماما التقرير الذي أرسله إلى الكونغرس الأمريكي، وكان قد تحدث بأن من الممكن لإيران وروسيا أن تستفيد
تماما من طبيعة الخبرات التي من الممكن لهذا الكوماندوز الأفغاني أن ينقلها لإيران أو حتى لروسيا، وهذا الأمر فعلا الآن يتحقق بحسب التقرير الذي نشر من الأسوشيتد بريس. فهؤلاء الكوماندوز الآن مع انسحابهم ومع وجودهم مع عوائلهم مع اشتداد المعارك الأوكرانية الروسية، الآن روسيا بحسب الأسوشيتد بريس قدموا عرضا للجنود الموجودين من الكوماندوز الأفغاني، وفروا لهم على سبيل المثال $1,500 كراتب شهري بالنسبة لكل جندي من هؤلاء الكوماندوز الأفغاني، بالإضافة إلى ذلك ضمانات بأنهم لن يعيدوهم إلى أفغانستان، لن يرحلوهم إلى أفغانستان ويسلمونهم لحركة طالبان لكي تنتقم منهم حركة طالبان. وعلى هذا الأساس عرض كبير قدم من روسيا لهذا الكوماندوز طبعا ولمجاميع الكوماندوز الأفغان من أجل الاشتراك مباشرة في الحرب الأوكرانية وأن يكونوا مفيدين للغاية من ناحية التكتيكات ومن ناحية الأسلحة ومن ناحية العديد من الأمور. وبالتالي نحن أمام النقل للأسلحة بالطائرات المسيرة بالصواريخ البالستية الآن قادمة بحسب CNN، بالإضافة إلى ذلك أن الكوماندوز الأفغاني المنزعج تماما بحسب عدد من التصريحات من عناصرهم للأسوشيتد بريس بأنهم منزعجين من ترك الولايات المتحدة الأمريكية لهم، ولكنهم يرون الآن بأنهم أمام فرصة مهمة لا بد من أخذها، وبالتالي هذا الكوماندوز من الممكن أن نراهم في الحرب الأوكرانية بشكل خطير، وهذه ستكون مفيدة للغاية لروسيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن فلاديمير بوتين بدأ يتبع طريقة جديدة خلال اليومين والثلاثة أيام الماضية. بدأت روسيا بشكل واضح تضرب جميع نقاط الطاقة، جميع منشآت الطاقة، جميع البنى التحتية للطاقة الموجودة في أوكرانيا بالصواريخ، مستغلين الصواريخ الخاصة بهم ومستغلين طائرات شاهد 136 المفخخة في هذه الضربات، وبالتالي هم يريدون تدمير البنى التحتية للطاقة. لن تكون هنالك طاقة، لن يكون هنالك كهرباء إذا استمرت هذه الضربات بالفاعلية المستمرة عليها حتى فجر هذا اليوم، وبالتالي ينهون الكهرباء تماما، وهنالك برد وشتاء قارس قادم على أوكرانيا. ويجب أن ننتبه بأن فصل الشتاء هو حليف روسيا الصامد، هذه طبعا مقولة عرفت بها روسيا منذ الحرب العالمية الثانية عندما قاموا بالصمود أمام هجوم أدلوف هتلر على موسكو وعلى ستالينغراد، صمدوا تماما ونجحوا واعتمد على الشتاء. وبالتالي الواضح جدا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف التاريخ تماما ويتبع نفس الاستراتيجية التي اتبعها ستالين ضد هتلر من أجل الانتصار في هذه المعركة، ولكن بطريقة مختلفة تماما، يستغل الشتاء ويستغل أيضا التوقيتات. بعد 7 أيام نحن أمام انتخابات نصفية في الكونغرس الأمريكي، والحزب الجمهوري لديه فرصة على الأقل للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وطبعا الحزب الجمهوري يقف بالضد تماما بحسب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي من مسألة تسليح أو تمويل التسليح الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لتسليح أوكرانيا. وبالتالي لا سلاح مع الجمهوريين إذا ما سيطروا على الكونغرس الأمريكي، سيمنعون مثل هذه القرارات، ويعني أن أوكرانيا بلا طاقة، ضغط كبير عليها، طائرات مسيرة، صواريخ بالستية قادمة، يعني قلب المعادلة، ويعني بأن بوتين بدأ يدفع من أجل الانتصار، بدأ يدفع، وبالنسبة له الانتصار هنا من أجل السيطرة طبعا وإبقاء السيطرة التي يتمتع بها في المناطق التي أعلن ضمها مباشرة إلى روسيا، ألا وهي طبعا نعرف خيرسون وكذلك زاباروجيا وإقليمي دونباس. تتغير المعادلات تماما، خاصة وأن الرئيس الروسي الآن وروسيا بدأوا يعملون وبدأوا يطبقون تطبيقا عسكريا على الأرض مهم للغاية وفعال للغاية في هذه الفترة، رغم أن الأوكرانيين تقدموا في الفترة الأخيرة كثيرا إلا أن روسيا تغير الوضع معها تماما، فهي بدأت تعتمد استراتيجيات للدفاع كبيرة للغاية. هنا أقليم دونباس كما تلاحظون، وهنا لوغانسك تحديدا، وهذا التطور بدأ من لوغانسك. القوات الروسية بدأت تظهر شكلا جديدا من طبيعة عملية التصدي للهجمات الأوكرانية، فالأوكرانيين تمكنوا الأسبوع الماضي من عملية اقتحام لوغانسك
والحدود الإدارية للوغانسك من هذا الاتجاه. هنالك اقتحام من هذا الاتجاه، هنالك اقتحام من اتجاه آخر قادما من خاركيف التي يسيطرون عليها. وهنا بدأت تتغير المعادلة منذ الأسبوع الماضي. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة وهي معركة جاءت على منطقة مهمة ألا وهي زفاتوفا، بالتالي إذا ما توقفنا بهذا الاتجاه وحاولنا أن نأخذ نظرة مهمة جدا هنا الحدود طبعا الإدارية التي ترونها، دعونا نكرر اختيار هذا اللون، هذه الحدود الإدارية للوغانسك. وطبعا بالنسبة للقوات الروسية كانت تسيطر على هذه المنطقة، تسيطر على جميع القرى الموجودة هنا، منطقة وهي مياسو كاريفكا، هنا نفيسكا، وهنا أيضا نقطة أخرى مهمة يطلق عليها كازوميفكا. وبالتالي بالنسبة للقوات الأوكرانية تمكنت فعلا من التقدم، سيطرت على كل هذه القرى التي ذكرتها لكم، وبدأوا يبحثون من أجل التقدم على زفاتوفا وعلى كرامينا، وفعلا بدأوا بعملية التقدم وبدأوا بتحقيق هجوم مباشر على زفاتوفا من أجل السيطرة عليها، وكانت المفاجأة حاضرة. دعونا نقترب من زفاتوفا لكي نفهم طبيعة التكتيك الذي بدأت تتبعه روسيا الآن وبدأت فجأة تتقدم في هذه المعارك. بالنسبة طبعا للأوكرانيين مع التقدم الذي تحدثنا عنه، الروس فجأة وتفاجأوا بأن هنالك حقلا للألغام موجودا حول هذه المدينة المهمة للغاية، كذلك خطا دفاعيا قويا، وبدأوا يتعرضون لضربات بالمدفعية وبالراجمات الصاروخية على القوات الأوكرانية. أنهكوا الهجوم الأوكراني تماما، وبعد ذلك بدأوا يهاجموا القوات المهاجمة أساسا، أي أنهم اندفعوا من خلال المناطق التي هي طبعا أو النقاط التي تعتبر فراغا لحقول الألغام التي يعرفونها تماما. بدأوا يتقدمون، دفعوا القوات الأوكرانية، وبالتالي هم بدأوا يتبعون استراتيجية مهمة ألا وهو الدفاع الفعال أو الدفاع الإجهاضي أو الدفاع الاستباقي، تهاجم القوات المهاجمة، وبالتالي عادوا للسيطرة مرة أخرى، تهاجم القوات الأوكرانية يهاجمونها مرة أخرى. وهذا طبعا ما دفع الأوكرانيين في نهاية المطاف بأنهم توقفوا ولم يعودوا قادرين على التقدم إلى زفاتوفا، وبدأوا يتقدمون ويحاولون الاندفاع إلى المناطق الوسطية حتى كرامينا ابتعدوا عنها. نفس الأمر طبعا بالنسبة إلى دانييتسك. لاحظ هنالك عدد من الأمثلة بالنسبة لهذه المسألة. هنا كما نلاحظ هنالك منطقة مهمة وهي هذه المنطقة وهي هوليا بولي، وكذلك هنالك منطقة أخرى ألا وهي فولغادار، وهذه هي التي ترونها ماريوبول التي تسيطر عليها طبعا القوات الروسية، هي تتواجد هنا. والمناطق السيطرة طبعا تأتي بهذا الاتجاه، ما لاحظته روسيا بأن القوات الأوكرانية بدأت تحشد بشكل كبير وبدأت تعد لهجوم كبير من أجل السيطرة على ماريوبول بهذا الشكل، من أجل إعادة السيطرة على بحر آزوف الذي فقدوه منذ فترة ليست بالقليلة. الروس طبعا استغلوا هذه المسألة واستغلوا فكرة أن الأوكرانيين يريدون القيام بهذا الأمر، واندفعوا بسرعة كبيرة ليهاجموا هنا في فولغادار. هاجموا القوات الأوكرانية، هاجموا القوات التي تريد المهاجمة وبالتالي الدفاع الفعال مرة ثانية، ونجحوا فعلا من السيطرة على منطقة جنوبية تأتي من هذه المدينة وهي فولغادار، وهي بافليفكا. بافليفكا هي التي سيطروا عليها بالاقتراب طبعا من بافليفكا. ستلاحظ هذه بافليفكا التي سيطرت عليها القوات الروسية، وهذه هي فولغادار، منطقة تعتبر من المناطق المهمة، هي منطقة مرتفعة ويأتي فيها نهر مهم جدا بهذا الشكل، وهي تسيطر على فولغادار، وبالتالي وضعوا خطا دفاعيا مميزا بالنسبة إليهم. وبالتالي هنالك كثير من الأمثلة، ولكن هذه أبرز الأمثلة التي جاءت في الفترة الأخيرة من قبل القوات الروسية. بالتالي هذا قد يفسر الكثير من غضب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وتظل هنالك أسئلة كثيرة نحاول إيجاد